بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي primary 4, welcome to a new lesson of English. مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية ضمن برنامج معا نستمر. وقد توقفنا في الحصة الماضية عند unit 4, خلصنا unit 4. Today we are going to start with, نبدأ مع unit 5 بعنوان feelings, المشاعر, feelings. In this lesson we are going to learn some words which express about our feeling, كلمات بتعبر عن مشاعرنا. والسؤال بتاعي اللي هيكون في هذا الصدد, what's the matter, what's the matter, يعني ماذا تشعر. مين يديني بعض الكلمات عن الصفات اللي بتعبر عن الأحاسيس؟ Who can tell me؟ نرى مع بعض. sad, 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 حزين, sad, hungry, 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 يعني جوعان, hungry, angry, angry, غضبان, angry, angry. وفي فرق طبعا بين hungry و angry. scared, scared, scared. scared معناه خائف, وانتوا شايفين يا اولاد ان حرف السي هنا اتنطق كي, لان احنا قلنا حرف السي ما ينطق اس الا لو جاء بعده اي اي واي, حرف السي ينطق سي لو جاء بعده اي او اي او واي, غير كده ينطق كي. هنا حرف السي جاء بعده اي يبقى اتنطق scary, scared, scared, يعني ايه؟ خائف, خائف. The last word عندي هنا كلمة thirsty, 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 عطشان. وزي ما انتم شايفين التي اتش هنا اتنطقت س, س, thirsty, عطشان. دي بعض الكلمات اللي بتعبر عن الفيلينجز, المشاعر. خلينا نشوف السؤال بتاعنا طبعا يا اولاد هيكون what's the matter, what's the matter, يعني ايش السالفة, عن حاسس بايه, what's the matter. Now we are going to start our lesson, نبدأ درسنا. Page 34, صفحة 34, تابع معايا. Yes, I am. I have a new laptop. Look. Are you happy? Yes, I am. I have a new laptop. Look. Are you happy? Are you happy? Are you happy? Are you happy? Yes, I am. I have a new laptop. Look. Yes, I am. I have a new laptop. Look. Look, انظر. Are you? طيب. Before we start our page, احنا هنا شايفين يا اولاد بعض الادجكتيفز, بعض الصفات اللي بتعبر عن الفيلينج, المشاعر. نحاول نقراها مع بعض كده قبل ما نسمعها. scared, قلت من شويه scared, scared, خائف, scared, sad, 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 sad يعني حزين, thirsty, thirsty, thirsty اللي قلنا عطشان, hungry, 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 جوعان, hungry, happy, 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 واضح كلنا عارفينها, angry, angry, angry يعني غضبان. في فرق بين angry ويكون واحد غضبان, angry, او يكون sad, sad, ودي طبعا scared. Let's listen to these words and try to match them. نحاول نوصلهم الصورة, picture with the word. يلا. Ready? Let's start. One. He's happy. One. He's happy. Two. He's hungry. Two. He's hungry. Hungry. Three. He's thirsty. Three, he's thirsty. Four, she's angry. Four,
She's angry. 5. She's sad. 5. She's sad. 6. She's scared. 6. She's scared. اوكي الهدفين عندي زي ما شايفين في الصورة ان احنا نسأل what's the matter what's the matter and get the answer وتجيب الإجابة هتقول مثلا I'm hungry I'm happy I'm sad and so on. يبقى احنا شفنا دلوقتي الصفات رجع معكم تاني from the paper who can say thirsty 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 this okay scared angry hungry sad يبقى دي الاسئله الكلمات اللي بتعبر عن الفيلينجز المشاعر والسؤال بتاعنا what's the matter السؤال تاني اهو شوفوا تاني what's the matter طيب let's go on with the same page يلا الصفحه نفسها في عندي are you طيب on page 36 I think نفس الكلام بنتكلم فيه عن نفس ال words of feeling بس في شكل chant انشودة نرجعهم تاني للمرة الثالثة عشان تتأكد علي أكد عليهم are you hungry on hungry يعني hungry very good جوعان what's this word mean you would okay thirsty thirsty and action طيب are you sad sad قلنا يعني very good حزين هنا hungry I want to eat I'm hungry يعني جوعان happy واضح ان هي سعيد والسؤال بتاعنا what's the matter طيب عندي الصفة اللي بعد كده قولوا معايا angry الصفة اللي بعد angry قلنا يعني غضبان زعلان scared يعني يا ولاد يعني خائف خدنا angry scared sleepy يمكن ما جاتش في الكلمات اللي كنت كتبها sleepy يعني نعسان sleepy جاني الفعل sleep ينام sleepy يعني نعسان bored وكلمة bored برضو من الصفات الجديدة أول مرة تشوفها بورد يعني طفشان مل طفش هوز بورد مين اللي طفشان سليب خدناه بورد خدناه هابي وي ار اول ويل ويل يعني جيدا احنا كويسين يعني يبقى احنا هنا نسمع ذيس تشانت اند كونسنتريت اون هنركز على الوردز ويتش اكسبريس فيلينج الكلمات اللي بتعبر عن المشاعر واحنا خدناها اكتر مره الحين عشان ناكد عليها وخدوا بالكم من السؤال بتاع who دي كلمة استفهام بمعنى من who is angry who معناها من بتسأل عن شخص لكن what ماذا بتسأل عن الشيء what's the matter ما المشكلة أو ما ماذا تشعر يبقى what معناها ما أو ماذا وهو من هنسمع ودي آخر حاجة إن شاء الله عشان نأكد على كلمات words of feeling Hungry, are you hungry? Are you thirsty? Are you happy? Are you sad? What's the matter? What's the matter? They're all hungry. They're all sad. Who is angry? Who is scared? She is angry and she's scared. Who is sleepy? Who is bored? He is sleepy and he's bored. What's the matter? What's the matter? We're all happy. We're all well. Are you hungry? Are you hungry?
Are you thirsty? Are you happy? Happy. Are you sad? Sad. What's the matter? What's the matter? They're all hungry. They're all sad. Who is angry? Who is scared? She is angry and she's scared. Who is sleepy? Who is bored? He is sleepy and he's bored. What's the matter? What's the matter? We're all happy. We're all well. Okay, my students. I think that's enough for today. هكتفي عشان ما أكثر عليكم وأذكركم تاني الدرس اليوم اللي هو unit 5 which starts from page 34 بدأنا من صفحة 34, 35 and 36 هنكتفي بثلاث صفحات دول عشان خدنا فيهم بعض الكلمات اللي هي بتعبر عن الفيلينج المشاعر واللي هي مثلا خدناها thirsty, sad, hungry, happy scared, bored, sleepy, happy. Well, كل الكلمات دي خدناها ورجعناها مع بعض أكثر مرة. إن شاء الله بنزل لكم exercise تمرين على هذا الدرس في الواتس بعد ما خلص الفيديو. والحمد لله إلى أن نلتقي أترككم في رعاية الله وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم الأستاذ أحمد عبد الحميد مدرس اللغة الإنجليزية. Good bye. مع السلامة.